أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم حساب الزمن المنقضي. في بداية الدرس نبدأ نشوف، استعد، اقرأ. وصل محمد إلى المكتبة الساعة 6:45 مساء، وغادرها الساعة 9:55 مساء. ما الزمن الذي قضاه في المكتبة؟ يلا كل بطل يفكر ويشوف ايه الزمن اللي جلسه محمد بالمكتبة. كانت الساعة 6 صارت 9، وكانت الدقيقة 45 صارت 55. أحسنتم أبطال ممتازين. جلس 3 ساعات و10 دقائق. طب كيف حسبناها؟ طرحنا الزمن النهاية من زمن البداية، يبقى دي هي ديت يا أبطال طريقة الحل. بطرح زمن النهاية من زمن البداية. هنا ساعات وهنا ايه؟ دقائق. بطرح الدقائق مع الدقائق والساعات مع الساعات. 55 ناقص 45 صارت كام؟ ها 10 دقائق. والساعات ها؟ ممتازين أبطال، بارك الله فيكم. تمام، بقى فكرة درسنا اليوم إن أنا إزاي أقدر أجمع وحدات الزمن وأطرح حساب الزمن المنقضي. المفردات اللي إحنا عندنا الزمن المنقضي، إيه هو الزمن المنقضي أصلا؟ الزمن المنقضي هو الفرق بين زمن بداية حدث وزمن نهايته. فأنا بطرح النهاية ناقص البداية، يبقى فكرة الدرس إن أنا بطرح النهاية من البداية. نبتدي نشوف أسئلة، تأكد ونفهم درسنا اليوم. يلا بسم الله، هنحل السؤال رقم 1 و2. طبعا ركزوا ان احنا مش واخدين الاسئله بالترتيب، احنا واخدين الاسئله على حسب الافكار علشان نقدر نفهم ايه الدرس كويس. اول سؤال عام لازم تركز، هو بيقول لك احسب الزمن المنقضي، لازم اركز. هو كاتب ايه؟ كاتب صباحا، صباح. في السؤال رقم 2 كاتب مساء، مساء. دي اول شيء انحل. لو نفس الزمن بطرح عادي، ما فيش اي مشكله. لو الزمن مختلف بيصير فيه شيء تاني بنعمله. ها فنركز مع بعض الأول، هنا إيه؟ صباحا صباح، هنا مساء مساء، فبطرح عادي ها زمن النهاية ناقص زمن البداية. زمن النهاية عندك كام؟ 10. ها هنا في ساعات، هنا في دقائق. ها 10:30 ناقص ها 6 و 14 دقيق. بطرح عادي خالص. اول شيء اتاكد من الدقائق. الدقائق هنا كام؟ 30، وهنا 14، فاقدر اطرحها بسهوله ما فيهاش اي مشكله، لان لو كانت اقل هضطر استلف من الساعات. نبدا نطرح عادي 30 ناقص 14. ها استلف هنا ايه؟ هنا دي 2، هنا دي 10. 10 ناقص 6، ممتازين ممتازين. ها وهنا الساعات مع الساعات، يبقى 4 ساعات. أحسنتم بارك الله فيكم. نشوف المسألة اللي بعد كده. مساء مساء، يبقى لازم أتأكد من الأزمان الأول. لو كانت متشابهة بطرح عادي، بطرح زمن النهاية من زمن البداية. ها ممتازين 9:22 ناقص ها 8:18 أطرح بسهولة. 22 ناقص منها 18. طيب أستلف يا أستاذ عشان أعرف أطرحها، هنا طبعا الساعات وهنا الدقائق. أستلف هنا تصير 1 وهذا تصير 12، ها يبقى 4، وهنا 1 ناقص 1 0، يبقى ساعة و4 دقائق. أحسنتم بارك الله فيكم. نشوف الفكرة التانية في الدرس.
الفكرة التانية ان هي ان هو يكون كاتب عندك صباحا ظهرا او صباحا مساء. قبل ما ابدأ احل فيها نبدأ اسألك سؤال كده تفكير تفكر فيه الاول. لو انا جلست في مكان من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، معناها ان انا جلست كام ساعة؟ احسنت ممتازين، معناها ان انا جلست 12 ساعة، 12 ايه؟ ساعة. تمام احسنتم، يبقى الفرق بين كلمة صباحا ومساء هي عبارة عن 12 ساعة. يبقى هي دي الفكرة اللي انا هشتغل عليها. هنشتغل هنا الأزمنة مختلفة، هنا صباحا هنا ظهرا، يبقى المفروض الفرق بين كلمة صباحا وظهرا 12. يبقى لو الفرق بين 12 يبقى تزود على الزمن النهاية 12، يبقى دي صارت كام؟ الساعة 14. ها أسهل يا أبطال كده؟ واطرح عادي بالسؤال، اطرح عادي بقى الطريقة العادية اللي احنا لسه شرحناها من شوية. اكتب المسألة الجديدة، يبقى أول شيء لو لقيت الأزمنة مختلفة أزود 12 ساعة على الايه؟ الزمن الثاني، لأن الفرق بينهم أصبح كام؟ أصبح 12 ساعة. ها يبقى الساعة 14 و4 دقائق ناقص ها 11 و50 دقيقة. تمام، دي أول شيء في المسألة إن أنا زدت 12. طيب بعد ما زدت 12 أطرح هنا 4 دقائق، هنا 50 دقيقة، أقدر أطرح؟ لا ما أقدر أطرح لأن الأربعة أقل من الخمسين. طب إيش أسوي؟ أستلف ساعة. هي الساعة بكام؟ دقيقة. الساعة ب60 دقيقة، يبقى صارت دي كام؟ 13. 60 زائد 4 صارت 4 وإيه؟ 64 دقيقة. ها كله مركز؟ يبقى أنا استلفت من هنا ساعة وهنا كان 4 دقائق فصارت 64 دقيقة. أطرح 64 ناقص 50، 4 ناقص 0 4، 6 ناقص 5 1، وأكمل 13 ناقص 11. ممتازين أحسنتم بارك الله فيكم. ها نركز يا أبطال، هناخد نفس الفكرتين عشان تثبت في مخنا ونركز بإيه أكتر. ها شوف السؤال رقم 4. هنا في ليلا صباح، الأزمنة مختلفة، التوقيتات مختلفة، واحدة ليلا واحدة صباح. احنا قلنا لو التوقيتات مختلفة يبقى لازم ازود ايه الفرق كام؟ 12 ساعة. 12 ساعة يبقى دي كام؟ 14 ساعة. يبقى الساعة 14 وايه ها و14 دقيقة. يبقى انا اكت 14 و14 دقيقة ناقص 11 و 30 دقيقة، هنا طبعا الساعات وهنا طبعا الدقائق. طيب أناظر الدقائق لوحدها وأناظر الساعات لوحدها. الدقائق عندك كام؟ 14، وهنا كام؟ 30. طيب 30 دي، طب المفروض إن 30 ده أكبر من إيه؟ من ال 14، يبقى ما أقدرش أطرح. طب أعمل إيه؟ أستلف ساعة. لو أنا أخدت الساعة من هنا صارت الساعة كام؟ 13. طب ودي؟ ها 60 زائد 14 74 دقيقة. أشطب بقى على 14، أطرح بقى المسألة الجديدة. 74 ناقص منها 30، ها 4 ناقص 0. ممتاز ممتاز. ها أطرح 13 مع 11 ساعتين و44 دقيقة. أحسنتم يا أبطال. نشوف تدرب، هناخد منها مسألتين بس من فكرتين مختلفين تدرب نفسك عليهم. ها تدرب وحل، هتحللي السؤال رقم 7 ورقم 8، فتركز فيهم ها وحلهم لوحدك، وبعد كده ارجع الفيديو اتأكد من ايه؟ اتأكد من حلك. ها الأبطال الممتازين اللي حلوا يلا يبتدوا يتأكدوا من حلهم معايا. ها هنا مكتوب صباحا صباحا، يبقى في مشكلة في المسألة؟ لا مفيش مشكلة، أطرح على طول. بطرح زمن النهاية ناقص زمن البداية.
هنا طبعا ساعات وهنا ايه دقائق. ها 29 دقيقة. اطرح هنا 58 دقيقة، هنا 20، يبقى مفيش اي مشاكل في الدقائق فاطرح عادي. ها ممتازين، 8 ناقص 0 8. ها 5 ناقص منها 2 3. ها 11 ناقص منها 9. ممتازين، احسنتم يا ابطال، ممتازين. 2. ابتدي اشوف المسألة التانية. هنا ها التفكير هنا بقى، يلا الابطال. هنا مساء هنا صباح، لو الازمنة مختلفة يبقى زود ايه 12، 12 زائد 1 يبقى الساعة 13 و11 دقيقة، يبقى هنا في الساعات هنا في دقائق، دي صارت 13 و11 دقيقة ناقص 8 و15 دقيقة، أحسنتم. ها هنا في كام؟ 11 ناقص 15 يبقى ما يصلح لأنها صغيرة، فأستلف إيه؟ استلف ساعة، الساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60، يبقى هنا صارت كام؟ هنا 71 دقيقة، وهنا 12 ساعة، 71 دقيقة ناقص 15، أطرح عادي، 1 ناقص 5 ما يصلح، يبقى أدي 6، وأدي 11، 11 ناقص 5، ممتازين، 6، وهنا 1، ها، هنا 6 ناقص 1. 5، أحسنتم، وهنا 12 أنقص منها 8 صارت كام؟ 4.